صباح الخير من جديد للناس اللي على الصحة لسه وما متابعانا، واهلا وسهلا من جديد للناس اللي كانت معانا من بداية حلقتنا. وصلنا معاكم لفقرة ضيف على الهواء. ضيف على الهواء اليوم هو الأستاذ معتز أحمد ياسين، رئيس المنظمة الوطنية العربية لذوي الإعاقة بالسودان. مرحبا بك أستاذ معتز، صباح الخير. أهلا بك وأهلا بأم درمان في الخرطوم، وأهلا بمشاهدي أم درمان، وأهلا بكل الأخوة الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان. مرحبا بك مشاهدينا. طبعا أستاذ معتز هو طبعا زي ما قلنا رئيس المنظمة الوطنية العربية لذوي الإعاقة بالسودان، وأكمل مراحله الدراسية حتى الجامعة، وله عدد غير محصور أيضا من الدورات التدريبية في مجال الإعاقة تحديدا، ومتزوج من زوجتين وله طفل ربنا يحفظه إن شاء الله، ويعمل طبعا في المجال الإعلامي بصورة عامة، وكان يعمل في الطبية ويعمل أيضا في قناة طيبة وغيرها من القنوات المختلفة والإذاعات المتفرقة والبرامج تحديدا اللي بتهتم بالمجال الإعاقي. ونحن طبعا بنسعد جدا لما نشوف نموذج فاعل في المجتمع بالشكل ده، ونموذج انه قدر يتحدى نفسه ويتحدى المجتمع بصوره عامه. وحنتكلم عن نظره المجتمع ايضا للمعاق بصوره عامه، لانه ده من جانبنا هي هو جانب توعوي في المقام الاول يعني. في البدايه خلينا نتكلم عن الحياه الاسريه ومنذ الطفوله، وهل الاعاقه كانت معك منذ الولاده ولا اتت لاحقا؟ نعم، لا الاعاقه منذ الولاده، وكان في زي خلاف بين الوالده والوالد. يعني الحاجة بتقول لي من كنت صغير الداية جرتك من كراعك، ما عارف كنت نازل بكراع ولا نازل براسي. الوالد بيقول لي لا، انت عمرك كان 40 يوم مسكتك حمى، وده الشيء ثبت انه شل الاطفال، يعني اساسا عقبت على شل الاطفال منذ الولادة، والحمد لله رب العالمين يعني. طيب المشكلة دي طبعا يعني المجتمع السودان قد يكون لسه ما وصل للمرحلة بتاعت الوعي الكافي بتخليه انه يتقبل المعاقين بصوره عامه في التعليم او في المدرسه او غيرها. وفي مؤخرا حادثه يعني فطرت قلبنا جميعا، يعني البيت الطالبه اللي تم حرمانها من المدرسة. بحكم انها هي معاقه، والفصل اللي كانت هي المستوى المعاش له مفترض انه يكون في الطابق العلوي، لظروف انها هي ما بتقدر تتحرك وتطلع الطابق العلوي، تم استبعادها من المدرسه. لكن افتكر انه لاحقا تم الاعتذار لها ورجعت ثاني، مش كده؟ نعم، تم الاعتذار لها ونزلوا الفصل تحت على اساس انه هي تواصل، وده دلاله على وعي. يمكن يعني الجيل اللي قام هسه في الاعاقه لقى طرق ممهده بعض الشيء، لقى في توعيه. يعني احنا زمان ما كان في كلام زي ده، انه يعني انت ذاتك بيطلقوا عليك الفاظ غريبه، ابو كرنكي، المتخلف، يقول لك فلان جابوا له ولد خلاقه، بتمشي في الشارع بعينه لك انت شخص ما منك اي جدوى او اي فائده، بتلقى نوع من المن، يعني مثلا يعصر لك 10 جنيه انت بعطوارك زول شحاد يعني. التعليم كان غايته على حسب فهم الاسر، ولدي ده انا اوديه وادخل المدرسه عسى ولعل. وفي ناس بربطون في البيوت، نحن لقينا ناس مربوطين داخل القرف، مربوطين بجنازير، ولقينا ناس يعني في اقفاص، لقينا ناس في 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 يعني بيت حمام حقيقه. ويمكن يعني برنامج الصلاه الطيبه زمان مع المرحوم محجوب عبد الحفيظ يعني اخرج اداب، دي كانت اول انطلاقه انه الناس تعرف المعوقين شنو حياتهم، كيف بيعانوا من شنو، فهموا شنو. يعني زمان كان المجتمع ما عارف إعاقة، ذاته كلمة إعاقة دي ما كان عارفها. زي ما قلت لك بقول لك العضير، يعني أنا يقولوا لي أبو كرنكي، ده يقول له المتخلف، ده يقول له الأطرش، ده يقول له الخلاقة، وكنا بنقبلها غصبا عننا لأنه ما في كان بديل يعني للمسميات. مع الاعلام، معكم مع الجهات الاعلاميه ومع البرامج اللي قامت حديثه، بدا التصحيح بتاع منو نحن. يعني نحن لما بدينا برنامج خطاوينا في تلفزيون ولايه الخرطوم 99، هل تعلم انه حتى لما جينا خاشين القناه كانوا بيضحكوا، ده شنو ده؟ ده حيعملوا شنو؟ مع باقيين بعصايات وبهنا حيمسكوا برنامج اعداد ده داير له جري ودار له سك،
وكان زمان التلفونات الثابته ما في موبايلات اداب بدا تصير التقنيه دي. فالناس كانوا متخيلين انه احنا حنعجز من الحلقه الاولى للحلقه الثانيه. فالحمد لله استمر البرنامج الى يومنا هذا يعني. فالنظره كانت دونيه شويه كده في الحاجه. طيب لو قمنا تكلمنا انه اللي تغير شنو في العشر سنه اللي فاتت بعد الثوره بتاعت المعرفه والمطالبه بحقوق المعوقين، حتى على مستوى المواصلات، على مستوى التعليم، على مستوى الصحه في المستشفيات، يعني في النهايه المفروض يكون في تمهيد وفي بنيه تحتيه بتستوعب الاعاق بكل يعني بمختلف نوعيه الاعاقه اللي بيعاني منها هو ذاته. نعم، طيب ده كلام جميل جدا اللي هو امكانيه الوصول نحن نسميه. لي انا المعاق حركيا، وانا والله بحيي القناه هنا في امكانيه وصول ممتازه جدا. يعني ما في سلالم مرهقه للشخص المعاق عشان يعني ما تعبت كثير. امكانيه الوصول ده قانون مؤخرا يعني سنته الاتفاقيه الدوليه للاشخاص ذوي الاعاقه. السودان صادق عليها ووقع انه يعني يتم يعني رد اعتبار للشخص ذوي الاعاقه. الاتفاقية دي وقع عليها رئيس الجمهورية وصادق عليها وأصبحت ملزمة للسودان والدول الموقعة في أنه أولاً الحمد لله رب العالمين زي ما قلت لكم أنتم كإعلام أصبحتوا شركة فعالين جداً في مجال التوعية. وأنا عاوز أقول حاجة مهمة جداً، أنه مشكلة الإعاقة في السودان ما مشكلة مرضية إطلاقاً، ما مشكلة اجتماعية إطلاقاً، مشكلة شنو؟ مشكلة توعية. أنت عشان تمنع الإعاقة في أي دولة من الدول وعي المواطن. هل يمكن أن نقضي على الإعاقة تماما؟ تماما، أنت ما هي الإعاقة عبارة عن شنو؟ عن مسببات. وريت المشاهد أو وريت المواطن مسببات الإعاقة أن الإنسان على نفسه بصير. يعني 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 مثلا الزلط. تعال شوف الجري بتاع العربات. الليله ده انا لقوني ثلاث حوادث الله يستر. يا لطيف. العادات الضاره، هل تعلم انه نحن عندنا حاله بتاعت ختان عاديه يعني تسببت في شلل. حاله ختان؟ ختان. تسببت في شلل في شيء ما كان في تفسير طبي لها. كان في تفسير طبي. طيب الحامل دي قالوا لا يا اخي ابلع الفوليك اسيد. أو الحبوب المقوية عشان ما تجيبي مثلا ولد عنده إسبانيا أو استسقراص بتجدع الحبوب بجنبه ما بتهتم به نهائي. المشكلة بتاعت الإعاقة يعني مشكلة بتاعت توعية مجتمعية، لأنه إحنا المعوقين ما بندي المجتمع شخص غير معاق، المجتمع هو اللي بيدينا، هو اللي بيزيدنا عددية طبعا من ممارساته. مثلا قبل في انفعالك انا شايف في مع المسؤولين اذا كان عندك ضغط ساكت وفي البيت انفعلته ممكن تسبب مشكله تصبح شخص ذو اعاقه. سكري انا ممكن الدبوسه دي اجدعها في الورطه تلقاك انت تتخيل انه حاجات يعني يعني صغيره لكن اثارها بتكون كبيره كبيره جدا. حاجات يعني انا قبل في البرنامج بتاع التوعيه والكلام وانك انت بتتكلم عن انه والله يا اخواني اصحاح البيئه ده اهم يعني منفذ على اساس انه نحن نمحي عن الاعاقه تماما. التلوث البيئي مسببات الاعاقه عندنا سوء التغذيه. سوء التغذيه في المناطق الطرفيه. دي برضه ممكن تسبب اعاقه. العمل الليلي فيتامين الف ممكن تخليك زول عميان. السحاي او الضوضاء اذا انت شغال في محله ضوضاء باستمرار بتاثر على الاذن. زواج الاغارب غطي قدحك. طبعا. وده اكبر مشكله. مشكله الجينات حقيقه الجينات. اكبر مشكله انه احنا ربونا على شنو؟ انه يا ولد ارجع عمك بس الرقبه خلاص امشي هسه اشوف المطوفي. المشكله كيف المشكله يا استاذ معتز؟ المشكله ابعد من كده. المشكله في انه انت لو رفضت انك تتزوجها وجبت بنت من عائله ثانيه من عرق ثاني ومن قبيله ثانيه لسه في معتقدات الغريبه. جايب لنا الغريبه يقول لك طيب الغريبه دي يا اخوانا يعني انا يعني الكاميرا دي لو بقدر اشيل اخش بيوت حقيقه جد بيت بالكامل بيكون مكفوفين، بيت بالكامل بيكونوا صم، بيت بالكامل بيكونوا معوقين، بيت بالكامل بيكونوا اعاقات ذهنيه. وبتستنتج على شنو؟ انه الراجل زهج وطلق المراه وقال لها انت بتجيبي لي
يعني أطفال معوقين ومشاكل زي دي في البيوت كثيرة جدا وهما عارف إنه تجدحت هي المشكلة جينات وتداخل يعني زي ما بقولوا توارث جينات بتخلف أشخاص ذوي إعاقة فالموضوع موضوع توعوي وخاصة في السودان لو لاحظت خاصة التوعوي دي يعني أنا معلش أقاطعك لأنه ذكرت كلمة يعني يا ما والله في كلمة سيئة خلاص بتتقال أنا أتمنى إنه كل زول يشوف ناس عبر قناة الدرمان يا ما كلمة منقولة دي خلوها كلمة شينة كلمة مجحفة كلمة مخجلة أكيد واللي بتتريق عليه ده وبتقول له أنت منقولي وأنت بتكون يعني قد تكون ما تزوجتها احتمال تتزوج وتحصل لولدك مشكلة ويبقى هو ذاته منقولي فهل بترضى ان انت ماشي يقول لك يا اخي ده ابو المنقولي تعال يا ابو المنقولي يقول لي ولدك تعال يا منقولي هي ما كلمه مو محترمه والله وكلمه قبيحه يعني وما بتشبه لك سودانيه والحاجات دي ما فيها معايره يعني ما مفترض انك تعاير زول بحاجه ما في النهايه هو ما فرض يعني هو ما اختار انه يكون مثلا معاق ذهنيا او حركيا او بصريا او سمعيا او غيره يعني هو ما اختار الحاجه دي هو ده ربنا لحكمه ما جعله كده نعم ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الانسان من غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يجيبك منقولي يجيبك بعصاية زي كذي يجيبك ما بتشوف انت لا من تعاير الشخص المعاق معناه تعايرت قدرة المولى عز وجل تعديت على حق ما حقك وبعدين كلمة منقولي دي زادة يعني احنا ممنوعة حتى الدول يعني منغوليا اشتكت للأمم المتحدة قالت إخواننا أنا ليه بيطلقوا علي أسامي معوقين فقاموا قالوا يا إخواننا تعالى أي دولة تقول الاسم ده تحاسب طيب بمناسبة تحاسب دي قبل ما تملي كلامك هل من حق الشخص طبعا هو قد يكون لسه يعني ما مدرك تماما للكلمة دي أو قد يكون لسه الحالة الذهنية بتاعته يعني ما بتخليه يدرك ويستحمل آثار النفسية أو أبعادة المجتمع عليه ولكن في النهاية أهله نعم. يعني مثلا انا ولدي مثلا طلع نعم. معاق بالشكل ده هل اذا جاء مثلا الاستاذ معتز قال لي يا اخي امشي يا ابو المنقولي هل من حقي اشتكي في حته اكيد وين اكيد 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 في المحاكم الاسريه كنت تفتح بلاغ يعني انت دي ما وصمه وباعتبار انه قال لك بنبذه يعني انا هسه قدامك وانا ماشي في الشارع زول يقول لي وين يا ابو كرنكي ولا يا مكسر اذا بعرفه صديق لي زيك كده انا اخو باخذ عاده وبحاضر واضحك معه لو زول تاني عندي خيارين يا اقول له الله يسامحك يا مش افتح فيه بلاء ومن حقنا انه بعد كده احنا كاشخاص ذوي اعاقه يعني نتخذ الاجراء القانوني اللي بيدينا الحق اللي هو قام عملوا لنا حاجه جديده في القانون بتاع المعوقين 2017 اسمه العون القانوني في محامين خدتوهم للمعوقين لاي ظلم بيقع عليهم يعني ديل بيدافعوا عنك قانونيا مجاني بتكلفهم الدولة تصرف عليهم الدولة إذا وقع عليه ظلم أما يعني الإعاقة ذاتها وإنت بتقول منقولي الأسامي اللي بتجي يعني حتى كلمة معوق أنا واحد من الناس كلمة معاق دي مكتشينة زي ما بقولوا ليه؟ لسبب واحد هي وصمة وإذا جيت في القرآن بتلقى كلمة المعوقين اللي هم المثبطين من الإسلام ويعوق اللي هو صنم في كان بتعبد قريش يا ريت يا جماعة حتى كلمة معاق دي تشوفوا لنا كلمة جميلة نابعة من القرآن ومن مسلنا نحن كمجتمع سوداني تطلقوه علينا فعلا كنا والله مبادرين في الموضوع ده نعم بتذكر كنت أنا شغال برنامج اسمه حقل البرتقال مع الزميلة كانت في قناة الدرمان عزيزة عبد الكريم واتفقنا سوا إنه كل ما تمر بينا حالة زي دي ما نقول ذوي الإعاقة كنا بنقول ذوي الإرادة واتفقنا عليها وكانت بالنسبة لنا يعني كشيء ملزم إنه في أي برنامج شغالينه سوا التعريف يكون بالشخص ذوي الإرادة ذوي الإرادة وفعلا هو ذوي الإرادة وذوي التحدي وذوي القدرة العائلة العالية يعني نعم الكلام ده احنا ما قلناه طبعا مجاملة او قلناه من نوع يعني كضربة من ضروب التفاخر بالكلمات وغيره يعني قلناه لانه حقيقي شفنا نماذج ومرينا بحالات ويمكن احنا في قناة الدرمان هنا في رمضان قبل الفات كان عندنا برنامج اسمه الحوش الكبير every day كل يوم كان عندنا فقرة ثابتة
للموضوع بتاع الإعاقة بصورة عامة، وكنا متعاقدين أيضا مع مراكز فيها متخصصين، وهم كانوا بيجيبوا لنا أطفال، كنا بنكتشف فيهم مواهب رهيبة، مواهب مواهب غنى، مواهب لعب يعني رياضة كاراتيه، مواهب تشكيل، مواهب رسم، مواهب خرافية يعني تستغرب تقول إنه الأطفال ديل سبحان الله يعني. فاستنتجنا حاجة، إنه أنت يا الأم يعني قاعدة في البيت قال خجلانه من طفلك تطلعيه برا عشان الناس ما يعايروك بيه، وده لو انت وديت طفلك ده للمركز المتخصص اللي هو مفترض انه عنده الامكانيات الكبيره اللي هو يعالج بيه الطفل ده وينمي من قدراته، نعم. انت ذاتك هتفخري بيه، وهو نفس الطفل ده اللي حيمشي يمثل السودان خارجيا ويجيب لك ميداليه ذهبيه او برونزيه او يجيب لك جائزه عالميه، نعم. تفتح وشك قدام الناس دي كلهم. دي دي, دي 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 نحن بنقول التحدي من من من, من التربيه الاسريه اولا من البيت. يعني انا ناس البيت، انا ابوي قال لي يا ولد شوف انا ما عايش لك في الدنيا، الدنيا دي ما بتعرف معوق، ما بتعرف عميان، ما بتعرف شنو، انت ده انت ودي الاعاقه ودي الدنيا، تشوف طريقك. مش اذا داير استشاره انا كوالد عادي بستشيرك، وعندنا انا اديك يعني معلومه اسهلتني تماما، افتح اليوتيوب التصنيع بتاع العربات البرادو، البرادو الهسي افخر عربات واغلى عربات دي في اليابان بيجمعوها منغوليين زي ما بقول، او متلازمه داون، هو اسمه متلازمه داون او داون سيندروم، ده سيمون العلمي، هذا كلام عجيب، دي بيجمعوهم في اليابان تجميع. احنا هنا بنجي نفتخر والصحان الصيني، صحان الصيني اللي بيجيبوا لنا في المناسبات دي، مصنع قدر القنادي برضه ديل توحد توحد. طبعا هي اليابان ما في اثنين ثلاثه كوكب مختلف والرائده في مجال طيب توفير المعينات. احنا ما عندنا، احنا ما عندنا، احنا اذا انا لاقاني مدير شركه في السودانين مسلم السيستم بتاع الشركه كله لزول داون سندروم اللي هو لازال بيقول على منقول، مبرمج على حاجه واحده، الساعه 7 يفتح الشركه، الساعة 4 يطفي الأنوار ويقفل الشركة، ما برمج على كده. فقال لي يوم أنا جيت الساعة 6 إلا تلت أبي يدخله نهاية. قال لي لو عندي اجتماع جوا الساعة 4 ديك جات بطرط الناس لأنه ممكن يقفلك جوا. أيوة. مرتاح، قال لي راحة من ناحية تأمين الشركة بتاعتي راحة مبالغة. انا والله قبل قلت لي كلام كده وداير ارجع له سريعا قبل ما نمشي المحور الثاني، لكن قلت لي واحنا داخلين على التلفزيون والناس بدات تضحك فينا ويقول ده يا اخي حيعملوا شنو كده، للمفارقه العجيبه انه كان عندنا زميلتنا هنا في قناه ام درمان اسمها خلود. خلود، خلود دي طبعا عندها اعاقه بصريه، نعم صح، لا تبصر تماما. وخلود يا جماعه كانت منتجه لبرنامج في قناه ام درمان الفضائيه بيعتمد فعليا على الفيديوهات اللي بتنزل من النت، هي بتنزل فيديوهات على النت على شخصيات عامة بتكتب عنها ناريشن وبتكتب عنها كلام وبتسجله بصوتها وبعدها بتمشي للمونتاج يعني. فلك أن تتخيل إنه شخص غير مبصر عنده إمكانية إنه ينزل فيديو، وإنت لو شفت الفيديو تحلف تقول إنه مش الزول ده مبصر، تحلف تقول إنه ما بيلبس نظارة ظاهر يعني نظره 6/6 يعني. أنا فدي قدرة عالية، دي واحد. اثنين، عندها قدرة رهيبة جدا على الطباعة، أيوة، في الكمبيوتر وحافظ الكيبورد بطريقة رهيبة جدا عن طريق طبعا البرامج المساعدة، برامج إبصار مش كده، نعم. فيعني كانت شخص ملهم وشخص بيجي، والله يا جماعة أنا شفتها بعين، الزورة دي بتجي من باب القناة لحد ما تخش مكتب الإعداد ورا، مسافة بعيدة ما بتلقش حاجة أصلا، ما بتلقش حاجة، نعم. شوف القدرة الذهنية دي كيف. وسبحان الله أنا يعني أديك أبلغ من كده، أنا الآن ممكن أجيب لكم فني بتاع كهرباء عامة كفيف، فني يوصل لك هو عميان. استضفت قبل كده برضو انا في برنامجي زول كفيف فني بتاع موبايلات، يعني بيصلح الموبايلات كده. يا جماعه انا في رساله عاوز اقولها، نحن حاجز الاعاقه اذا عدينا، حاجز الاعاقه والوصمه والكلام اللي بيتقال ده كان زمان يا اخوان، الان زول اللي بيفكر بالفهم ده وانا بعتبره زول متخلف تماما لسه بالتاكيد في دور نمو يعني. احنا الان بقينا في دور مطلبي اللي هو دور حقوقي، اسف زي ما انت قلت امكانيه الوصول، انا عايز لا من اجل عماره او اجل وزاره اللي انت بتتكلم فيها عشان مثلا اقابل الوزير، انا القى اسانسير طلع له
ما دار الوزير يجيني ما ينزل لي من مكتب. انا اصلا داير لا من اجي قاطع شارع بيت ختم ده القى لي برمجه خاص بي انا كشخص ذو اعاقه. عاوز اتحرك يا اخوانا، عاوز اكون زيكم، عاوز اكون منتج. انا كان عميان ولا كان اصم ولا كان معاق ذهنيا ولا كان كفيف، عاوز اكون زيكم بس مهدوا لي الطريق. انا ما عاوز زول يعولني، يعني ما داير زول اكون ماشي في الشارع يطلع لي 10 جنيه ولا 20 جنيه. دي بتجرحني. ما هو هسه انا عندك قدامك متزوج والحمد لله فاتح بيت وشغال، وكم نفر زيي بيكونوا ما دايرين يمدوا يدهم. ليه؟ لانه عاوزين يعتمدوا على نفسهم، عندهم اولادهم عشان ما يخجلوا منهم بعدين. مش مهدوا لي الطريق. انا ما ممكن يعني استاذ بصراحه بقينا نخاف حتى من 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 الاستقبالات. مثلا الاستقبال لما تجي خايش شركه سبحان الله اقول لك يعني بتاع الاستقبال بتخاف منه، من يشوفك بعصايه يقول لك والله الدعومات انتهت. زي كانه انت جاي عشان شنو؟ يعني انا هسه جايب عربيتي يما بتذكر مشيت رخيصه وما هنا وما اوتوماتيك عاديه. لما مشيت رخيصه انا الضابط قال لي اصلا سواقه شنو لك سوق عربي بتسوقها كيف وببيع تكرع؟ وانت مالكم الا انا سوقها ببيع تكرع؟ انت انا اذا انا غلطت عملت حادث يعني في ناس بيستكتروا عليك بيشوفوا كثير عليك ابسط المقومات انت ما تقدر عليها. يعني 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 اذا كان زول اصم، اذا كان زول اصم انا ممكن اجيب لك بتاع ورشه بتاع بتاع دواليب موزايكو وتقول انه زول ده والله انتج الحاجه دي. انا بجيب لك زول معاق ذهنيا، معاق ذهنيا سوداني، معاق ذهنيا مش حفظ القران من ثلاث سمعات ده اسمه توحد. وزي ما السودان عباره عن قبائل برضو الاعاقه عباره عن قبائل. يعني انا معاق حركي فرع شنو؟ الشلل. في الشلل الدماغي، في الشلل النصفي، في كده ابواب. الاعاقه الذهنيه عندك الداون سندروم، عندك النشاط العقلي، عندك التوحد كمان ده بحر براو. واقرب اعاقه لاقتني وخمسه في العالم، خمسه فقط بتسمع بالنشاط العقلي يقول لك ده كهربته زايده. هل تعلم هم خمسه في العالم من ضمنهم دكتور دكتور عمران ده دي ناس بيفقدوا الكهرباء في جسمه. بمعنى يعني يعني جسمك ده لما يفقد كهرباء شفته زي الدلقانه كده لما ترميها مش كلها بتقع مع بعض بتنهار، بتنهار هو بينهار. موصل الزول ده موصل لنفسه كهرباء تياريه عديله عشان ينضرب كهرباء. لما ينضرب كهرباء بتنشط، بتنشطه بتمشيه زي نص ساعه. وعامل جهاز صغير كده اللي هو بيكثف بالحجر الجالون ده موصل السلوك دي تحت كرعينه وسلكين وخات الجهاز بيجاي لما يحس انه كهربته دي بدت تنزل بيوصل السلكين عشان ينضرب كهرباء. دي خمسه حالات في العالم، خمسه حالات في العالم. هو دكتور، هو دكتور، دكتور بيطري لف العالم ده كله. الان بقت انه يا اخوانا يعني الاعاقه بحر. وبعدين في حاجة يمكن يعني أساس ما في زول يعمل نفسه إطلاقا. الإعاقة دي بالذات ما تعمل نفسك لأنه قدر أي كان الوقت. ممكن في حادث تعرض لحادث بدر واحد من أعضائك يعني في لحظة ما زول كنت بتسخر منه ممكن تبقى أسوأ منه. وحصلت لي أنا، أنا حصلت لي في يوم من الأيام شايل شهاداتي. وأنا قبل ما أدرس أثناء ما أدرس الإعلام كنت شغال في المنطقة الصناعية الزردية وكهربجي وكهرباء سيارات برايا عشان نطلع مصاريفي. والزمن ذاك ما كنت عارف انه الاعاقه ممكن تسبب لك مشكله ولا كده. ف يعني قلت دار اشتغل في مجال الورش لانه بهو التوصيل بتاع اللمبات والحاجات دي. فاول ما جيت خش الشركه مدير الشركه من شافني من بعيد قاعد يشحن فقام جاط وزعل وطردني برا. مر يا سنين وتعالي وانا بطلع في البطاقات بتاعت المعوقين جو سايقني لي بكرسي متحرك. الله. فكانت مشكله في انه انا
دزول شلل دماغي يعني جاء جلطه خلاص غلبنا طلع عليه البطاقه ناديت زول ثاني طلع عليه البطاقه يعني قلت له انا شافني قاعد ابكي تذكر الشخصيه كانت واقفه قدامه فاخواننا زول ما يعمل نفسه في الاعاقه ابدا الاعاقه ممكن انت يعني تكون حريص من انك انت يعني تامن نفسك من خلال طيب خلينا نمشي لجزء ثاني احنا قبل كنا بنتكلم قلنا انه يا اخي الناس تفتش لاسم مغاير لموضوع الاعاقه مش كده نعم. وزي ما اقترحنا احنا اصحاب الاراده وكده الإرادة طيب من باب اولى العزيمه مثلا من باب اولى انه حتى المسمى بتاع المنظمه دي المنظمه الوطنيه العربيه لذوي الاعاقه في السودان مفترض انه الاسم ذاته يتغير يعني يبدا بالمنظمه نعم. مش كده طيب تغيير الاسم ما بيبدا الا اذا كان لاحظ الاسم لانه في بروتوكولات وفي اتفاقيات وفي قوانين وضعت الدولة ما بيبدأ من الأشخاص ذوي الإعاقة في اللحظة دي بيبدأ من الدولة ليه؟ لما تغير الأسامي بتاعتنا وين؟ في القوانين وفي التعريفات بتاعتها حتى بعد كده تطلق علينا نحن ما ممكن أنا إلى الآن أنا ما أعرف نفسي أنا شخص ذو عزيمة ولا شخص ذو احتياجات خاصة زي ما برضه أنا سامع بيقول علينا ذو احتياجات خاصة ولا ذو إعاقة بيطلع لك مسؤول في قناه بيقول لك الاشخاص ذوي الاعاقه يعني كده يجيك زول ثاني يقول لك الاشخاص ذوي الاعاقه ذوي الاحتياجات الخاصه هي كده يجيك زول ثاني يقول لك اولي العزيمه طيب مفترض انه يكون في مسمى واحد الناس تتفق عليه وتبدا الدوله هي مطالبه بانها تبدا تغير الحياة يعني زي ما الزول من حقه انه يغير اسمه أيوه. ممكن نتغير الفكره كلها يعني انا ممكن امشي اغير اسمي ما عجبني انا معوقتي ما عجبني ما دايره طيب. وصمه يعني انت الرئيس بتاع المنظمه نعم. فبالتالي كل الناس اللي بتشوفنا هسه من باب اولى بتحملك المسؤوليه بتاعت انه يا اخي امشي سكر الموضوع ده كويس. او ابدا فيه طيب انا رئيس ويمكن المنظمه يعني منشاه جديده يا داب نحن ما جايين نتعرف عليها ناسس فوقها ويعني برضه هن شباب انا حبيت انه انا اجمعهم وزي ما الاعاقه اصبحت شعوب بالمعلوميه مجتمع الإعاقة زي المجتمع بتاعنا الكبير فيه المسلم فيه المسيحي فيه المعارض للحكومة فيه المؤيد للحكومة فيه الزول الشايف نفسه كده شو وشو وفيه الزول البسيط الفقير في مجتمع أفكار كاملة يعني ما معوق ده وخلاص ما هو شخص في النهاية بيتأثر بما يتأثر به يعني مش فبرضو نحن من خلال المنظمة دي دايرين يعني نصحح بعض المفاهيم اللي هي بتقوم على دور التوعيه ورفع القدرات. عندنا قدرات عندنا معوقين عندهم قدرات. الخطط اللي خدتنا عشان انتم تصلحوا بها المفاهيم دي بتبدا من وين؟ وحسب الخطه اللي خدتنا مفترض تنتهوا 200 والانجاز حيكون شنو؟ نعم نحن اول خطه خدتنا اللي هو تمهيد الطريق التوعيه. التوعيه. اي والتوعيه ما في الخرطوم. يا جماعه السودان ده ما الخرطوم. السودان دي الولايات حتى الولايات الطرفية في ناس مفتكرين إنه السودان ده كله خرطوم بس يعني زلط نورت الشارع ده حتى نورت السودان لا في مناطق طرفية فتناها يعني احنا من خلال ورش زيارات مؤتمرات قوافل حقيقة إلى الآن لم تفتتح من ناحية الإعاقة إلى الآن بتلقى زول قاطع على شجرة فرع وعامل عكازة لا من يكون عامل دخول راجع إلى الآن في السودان ده في ناس ما زي عصايتي دي يحلموا بيحلم إلى الآن في ناس بيمشوا بالبنبر إلى الآن في ناس ما عارفين كلمة إعاقة شنو طيب الكلام ده طبعا هو كلام محزن شديد يعني ويدل على إنه في تخلف مجتمعي رهيب جدا لكن أيضا في تقصير في الدولة مش كده؟ والله يعني الدولة زي قلنا من بعد الله بيدها كل شيء يعني الآن الدولة هي الحمد لله صادقت لنا على الاتفاق الدولي دي واحد أي الحمد لله عملت لنا قانون 2017 اللي قالوا فوقه يعفى من الرسوم الدراسية وما سمعنا به لحد الآن ما شفناها يخشوا العصايات والمعينات بتاعتنا في التأمين الصحي
الى الان ما سمعنا بحاجه زي دي. اعفاء المعاقين من الرسوم الجمركيه للسيارات الخاصه لهم وبعد يعني هل الحاجات المشاكل دي كلها بتندرج تحت وزاره معينه اللي هي وزاره الضمان الاجتماعي؟ لا ابدا ابدا، في قضيه مجتمعيه. حتى المسؤول منه يعني من الدوله، يعني مثلا لو دارين نخاطب شخص معين بانه هو المفروض انه يطبق اللوائح والقوانين الآن الآن دي. الملف بتاع الإعاقة بقى مسؤول منه رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية مباشرة، لأنه كان تابع لوزارة الضمان الاجتماعي. لما تحصل مشكلة لمعوق في وزارة العدل ما ممكن وزارة مع وزارة يتشاكلوا مع بعض، يعني حصلت خلافات. المشكلة بتاعت وزارة العدل اللي كان تعيين المكفوفين والمعاقين فيها وحصلت إشكالية مع وزارة الضمان الاجتماعي، ما ممكن وزارة نظيرة تكون، لازم تكون في فصل. لانه انا كمعوق زيك بيكون عندي شان صحي، بيكون عندي شان اجتماعي، شان اقتصادي، شان يعني في مجال العمل زيك، زائدا عندي وزاره زائده اللي هي الضمان الاجتماعي. ف ف ف ف عشان كده الملف ده اخذه يعني نائب رئيس الجمهوريه بقى مسؤول منه مسؤوليه تامه. اذا عاوزين تسالوا ممكن تمشي السيد بكر حسن صالح. بكر حسن صالح هاي بقى مسؤول، وعين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه اللي هو بيمثلنا نحن كاشخاص ذوي اعاقه لدى الدوله. فأنا انا ذاتي بعض المرات بشفق يعني حتى على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه انه يا داب هيكلته لو 5 سنة ولا 6 سنة يا داب هيكلته بدت، ويعني عمل اللي بيقدر عليه. لكن برضو يا اخوي في مفاتيح عند جماعة طيبين. نعم. أتمنى إنه المفاتيح دي تنزل في قفلها المفروض تنزل فيه وتتفتح، والطبل المقفلة تتفتح مزيد من المراكز المهتمة بالتطوير وتنمية القدرات بالنسبة لأصحاب الإرادة العالية. نعم. نبدأ من هنا يعني. نعم. قناة الدرمان فضلنا نواصل الفكرة يعني. أستاذ معتز يعني أحمد ياسين، أنت كنت ضيف أنيق علينا وأعطيت جو من الأمل وجو من التفاؤل وجو من أنه الإنسان عنده طاقات هو ذاته ما عارف قيمتها ولا عارف حدودها يعني. نعم. وأنت طبعا رئيس المنظمة الوطنية العربية لذوي الإعاقة بالسودان، ونحن ذاته حنغير بعد شوية عشان المرة الجاية لما نستضيفك حنقول ذوي التحدي أو ذوي الإرادة حسب المسمى اللي حيتغير إن شاء الله وحيكون ثابت بعد ذاك يتعامل به بصوره رسميه في كل. طيب انا بس داير اقول حاجه واحده، يمكن معلش يعني حاجه بسيطه سودانيه دارجيه. انا من غير عصاي ما بقدر امشي. مش نحن كلنا كمعاقين عندنا معينات، انتوا الشباب اللي بتناصروا قضايانا. يعني الايد الواحده ما بتصفق معلش طبعا. ويمكن دي رساله لكل المجتمع السوداني، نحن اولادكم بناتكم عايشين في نصكم، عندنا قضايا عندنا هموم، ما لم يكون في دافع مناصرين لقضية الإعاقة زي ما قلت إنه حتى الاسم ما بتغير. فنحن ما من غيركم ما أظن نقدر نبقى حاجة. طبعا إحنا كلنا مع بعض ويدنا واحدة وإن شاء الله نغير الواقع ده ونفضل يكون واقع للأفضل يعني. أكيد. إن شاء الله في المجال القريب يعني. إن شاء الله. قبلنا بكنا بنتعرف تعرفنا إنه أنت عندك زوجتين وعندك طفل الآن. الطفل الآن هو سليم. نعم. فدي رسالة لكل الناس يا جماعة، الإعاقة دي ما هو مرض معدي يعني. فرجاء يعني في ناس قد تخجل مثلا البيت يتقدم لها شخص معاق أو شخص سليم يتقدم لبيت معاق ويقول لك يا أخي لا احنا خايفين الجينات تقوم يجينا ود معوق بعدين تجيبوا لنا. يا جماعة الناس تكون واعى من كده، تكون أكبر من كده يعني. نعم. شكرا لك وكثر الله يديك العافية وربنا يكرمك. ويمكن يعني معلش بس كلمة سليم دي المعوقين هسه بكونوا يحتجوا لو سامحنا. نعم. يلا هي معاق، شخص معاق وغير معاق. غير معاق. سليم دي لأنه في مقولة بقول لك العقل السليم في الجسم السليم، ودي مقولة خطأ. كويس إنك نبهتني وأنا أوعدك من الليلة من اللحظة سمعت فيها الكلمة دي يا دوب عرفت الفرق بيناتها. الله يديك العافية. وبالنسبة لي حتكون كمنهج حنتهجه ان شاء الله. ابشر. شكرا لك كثر خيرك استاذ معتز مره ثانيه. الله يديك العافيه. استاذ معتز، نحن عاده كده قاعد نسمع بكلمه البورصه. أي. وفي ناس كتار قد يكونوا ما عارفين البورصه دي معناتها شنو ولا الفكره منها شنو وهي بتخدم شنو ذاته. فانا بدعوك وبدعو كل الساده المشاهدين انه نتعرف على البورصه دي، الفكره منها شنو، ويتم انشائها شنو، انشاء متين. نعم. وبتخدم ياتو شريحه، والغرض الاساسي منها شنو، نتعرف سوا عن طريق الفيديو القادم. مركب.